وبالمناسبة الدعاية الأوكرانية بدأت تضمحل وتتلاشى، وفي الواقع لا أحد أصبح يقتنع بنصرهم، وهم الآن يحاولون أن يبحثوا عن أشياء أخرى. ولذلك نحن نصر بأن يكون هناك جلسة في مجلس الأمن حيث يمكن للجانب الأوكراني أن يخبرنا كيف حدث ذلك. وبالنسبة للوضع في قطاع غزة، هذه الأزمة تحدثنا عنها كثيرا مع ندرائي وأيضا في موسكو عندما جاء وفد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وناقشنا كيف يمكن أن نستكشف طرق حل الأزمة. وكان في الفترة السابقة قبل أسبوعين من 7 أكتوبر، جيك سوليفان كان قد قال إن الوضع في الشرق الأوسط أصبح أكثر استقرارا من أي وقت مضى خلال 20 عاما الماضية، ومحزن أن نرى أنه كان غير مصيب فيما قاله وغير دار بما يحدث. وطبعا نحن عملنا على إدانة ذلك الهجوم الإرهابي الذي استهدف إسرائيل. كان هناك العديد من النقاشات بين الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، وكان بإمكانهم أن يعرف ذلك قبل حدوثه. والولايات المتحدة الأمريكية تراقب بالأقمار الاصطناعية ما يحدث في الشرق الأوسط، وكان بإمكانها أن ترصد التحركات بالمسيرات وكذلك الأسلحة، لأنه كان هناك تحضير واستعداد لتنفيذ ذلك الهجوم الإرهابي. أنتم تسمعون كما أسمع أنا أن هذه النقاشات صارت علنية، ولكن ليس هناك أدلة، ولا نريد أن نتكهن بما إذا كان هذا الأمر دقيقا أم لا. سيد لافروف، مرحبا بك مرة أخرى. ما موقف روسيا إزاء جنوب إفريقيا واتهامها إسرائيل بإبادة جماعية في غزة؟ نحن نتوقع أن تعمل محكمة العدل الدولية على أداء وظائفها ودورها. كما تعلمون أوكرانيا تتهم روسيا باقتراف إبادة جماعية، وكذلك كانت قد لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب دول غربية لاتهام روسيا. هذه العملية ستسيس ما من شك في ذلك، ونعرف مسبقا أن كل القضاة يجب أن يكونوا غير متحيزين في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية نأمل أن تفي بمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وكما تعرفون نحن لا نتدخل في النظام القضائي الدولي. وأتذكر في هذا الصدد أنه مؤخرا كان الوزير بلينكن في الشرق الأوسط وسئل السؤال نفسه، سئل ما إذا كان في هذه الحالة، ما إذا كانت هذه المتابعة القضائية في محكمة العدل الدولية تشوش على الجهود لحل الأزمة في الشرق الأوسط؟ وكان هناك انتباه لما فعل، لكن لا نرى أي انتباه توليه الولايات المتحدة الأمريكية لما يحدث، باستثناء محاولة تجاهل الوضع بدلا من اتخاذ أي
قرار في مجلس الأمن لوقف الأزمة. نرى أن هناك محاولة لمنح إسرائيل ضوءا أخضر وشيكا على بياض لفعل ما يريدون، وليس هناك وفاء بالالتزامات المفروض الالتزام بها.